السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة 2022 سنة جديدة بتمر علينا، وأنا جاي النهاردة صراحة ما أتكلمش في حاجتين، يعني مش جاي أتكلم النهاردة في السيفتي خالص، ومش جاي أهني بمناسبة العام الجديد والجوانات، لا يعني أنا مش جاي أهني بيه خالص، أنا جاي أتكلم في نقطة تانية أو أتكلم في حاجة تانية. والفيديو ده أنا بعمله لنفسي رقم واحد، ولحضراتكم للي حابب يسمع الفيديو أو يعني يتذكر معايا، لأن هنحتاجه، أنا شايف إن أنا هحتاجه قدام شوية. يعني سنة 2022 سنة جديدة جاية علينا بتحدياتها، بالمشوار اللي احنا داخلين نكمله. أكاد أجزم إن سنة 2021 كانت سنة صعبة جدا جدا على جميع الناس، سنة ما كانتش سهلة. في ناس تقول لك ما ينفعش تقول إن سنة كانت وحشة أو سنة صعبة، هي إحنا بفضل الله بفضل الله راضيين جدا بكل ما فيها من خير أو شر، كل حاجة راضيين بيها. لكن فعلا لازم يعني يقول لك عشان تحل أي مشكلة لازم تعترف بالمشكلة. فهي كان في مشاكل كتيرة جدا جدا قابلتنا في سنة 2021، وكانت صعبة علينا جدا. فعشان كده يعني أنا عن نفسي ببدأ بال يعني لو هبدأ السنة الجديدة ديت، عايز أبدأها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لا أعلم وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. طيب 2021 نقطة تحول كبيرة جدا مع الناس، كورونا، أزمة اقتصادية، فقد أحباب وأصحاب وقرايب، كمية ناس أنا يعني وأنا منهم طبعا كانت صعبة علينا جدا جدا. شفنا مشاكل كتيرة جدا، كل ما تقعد مع حد محتاج انت تفضفض له تيجي تسمعه تلاقي هو أكتر عيني يعني عنده مشاكل أكتر منك مليون مرة. كمية الناس اللي فقدناها السنة اللي فاتت، كمية الناس اللي سابت شغلها وقعدت من غير شغل لفترة كبيرة جدا، ومنهم اللي لسه مستمر وكلنا شايفين على المواقع على النت ولينكد إن والفيس والحاجات دي كلها، كمية الناس اللي بتطلب شغل. كلنا اتبهدلنا، شفنا سنة صعبة جدا جدا. فأنا شايف من أسباب اللي احنا معرفناش نواجه تحديات السنة ديت اللي احنا كناش عندنا استعداد. اتفاجئنا بحاجة كده جدا، اتفاجئنا موضوع كورونا دوت. ما احنا فاكر زمان لما حصل موضوع انفلونزا الطيور من سنين، يعني من فترة كده، ما كانتش بنسبة الصعوبة كده، يعني كنا انا فاكر كان في قلق وبتاع وكده، بس كانتش نسبه الصعوبه وكميه الخسائر اللي خسرناها بالشكل ده، وخسائر ماديه وخسائر بشريه وخسائر جامده جدا. اول مره نعرف يعني ايه بجد كلمه احنا كافراد صغيرين كده موجودين في الحياه في كوكب الارض، او نعرف يعني ايه كلمه ازمه اقتصاديه عالميه. كناش نسمع يعني طول ما بنسمعها، بس طول ما بنقول احنا مالنا، يعني ما كانش الموضوع بيأثر على الفرد قوي كده، لا دلوقتي بيأثر على الفرد، بيأثر جامد جدا. فتحديات، ومش عايزين يعني عايزين نكون واقعيين، اللي جاي أصعب، مش طاقة سلبية خالص لا، بس هي فكرة لازم نكون مستعدين أكتر من كده علشان نكمل اليومين اللي الواحد قاعدهم يقدر نكملهم. طيب من المشاكل اللي احنا في 2021، أولا هي سنة ما عدتش بسرعة، يمكن كل سنة نقول يا السنة دي عدت بسرعة قوي وعدت يا حسناش بيها، لا لا لا، سنة 2021 كل يوم فيها حاسينه، شايلين يوم بيومه فعلا، 360 يوم حاسينهم فعلا، ما عدوش بسرعة، كل يوم فيه حسيناه، بس ما كناش عارفين نواجه حاجة، كنا بناخد اللي ما كده يمين شمال فوق تحت، ما كناش عارفين نواجه. ليه؟ لان احنا كناش عاملين حسابنا زمان قوي فكرة الوقت مش عارفين نستغل وقتنا ما قبل 2021 لنجهز ل 2021، ولو ما استغلناش وقتنا ل 2022 مش هنقدر برضو نجهز للتحديات اللي جاية. التحديات اللي جاية كلنا بنسمع عن أزمة اقتصادية طاحنة
الايام اللي جايه، وما خلاص احنا اتعلمنا وعرفنا ان احنا الفرد هيتاثر بيها، مش دوله او حد، لا لا احنا انا اسلام وانت او هو وهو. طيب الوقت دوت خلينا نتفق ان الوقت دوت يعني الله سبحانه وتعالى يعني في ديننا حتى كان يعني دايما كان كلمه الوقت ديت مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني الله سبحانه وتعالى لما اقسم في سوره العصر والعصر ان الانسان في خسر، لما الله سبحانه وتعالى يقسم بالوقت دي حاجه لا لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا من كل حاجه بعد كده، مش حاسس انها حاجه تعدي بعد كده كده بسهوله الا ما نركز فيها، لان يعني اللي جاي لازم يكون قد التحديات ديت. الله سبحانه وتعالى في سوره البقره الايه تقول يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت، لا خلينا بالنا بقى كده وقتنا ضاع، التحديات لما كانت بتجيلنا مش بنعرف نستغلها، وانا من الناس انا مش بدعي البتاع والله وما عملتش حاجه لسه، وبقول الكلام ده الفيديو عشان كده بقول لك ليا قبل ما اوليك، اللي احنا لازم نعرف الاخطاء اللي احنا اخطاناها عشان اللي جاي. من الاخطاء اللي اخطاناها فكره مثلا الازمه الاقتصاديه، ففي ناس كتير جدا او بسبب كورونا مثلا او غيره ناس كتير جدا قعدت من الشغل ماشي، وفترات كبيره جدا بالشهرين ثلاثه بالخمس شهور وست شهور وفي سنه، وفي ناس قاعده لحد دلوقتي ربنا يرزق الجميع يا رب. الفترات اللي احنا بنقعد فيها ديت قاعدين محبطين ما عملناش اي حاجه، ما استغلناش الفتره اللي احنا قعدناها ديت مثلا في تنميه حاجه، علشان كده داخلين 2022 بكمية إحباط، كمية ضعف علمي، ضعف كل حاجة، سنة ضايعة مننا كده، كل واحد ضيعها بشكل مختلف، ضيعناها مش هزار أو دلع، لا خالص، دي هي مشاكل بتقابلنا جديدة كتير مش عارفين مش متوقعينها وبنتصدم، أنا بتكلم عن نفسي وعارف إن الكلام ده عند الناس كلها، وبنتصدم ونكتئب. واقعد وقف بقى مع نفسك خلصت، وبعدين ضاع وقت بالشهور، السنة ضاعت كلها علينا حزن وكآبة وضياع وقت غير عادي، وأنا من الناس ديت وندمان على اللي بيحصل دوت، مش كده بعمل الفيديو دوت تحفيزا ليا ولحضراتكم علشان مواجهة التحديات اللي هي. طيب 2022 هي هتبقى إن شاء الله سنة حلوة، يا رب تبقى سنة حلوة، بس عايز أقول لك اللي هي هتبقى أصعب من 2021 لو ما اتعلمناش من 2021. 2022 لو ما تعلمناش من 2021 المشاكل اللي احنا وقعنا فيها وكتبناها بالورقة والقلم، والله هتبقى أصعب، والموضوع بيصعب كل مرة، واحنا ما عادش يعني ما فيش طاقة تستحمل أكتر من كده وقوع، فاحنا لازم نلحق نقف شوية على رجلينا. طيب سريعا عشان مش عايز الفيديو يطول، والله انا عايزه انا ليا بعد كده في نص السنه ديت اذا كان لي عمر او اخر السنه ارجع له واشوف انا فين. طيب ايه بقى المشاكل سريعا كده، نقط سريعه كده اللي قابلتنا في 2021 عشان لازم نبعدها. واحد، ابعد عن اصدقاء الطاقه السلبيه. مين اصدقاء الطاقه السلبيه؟ مش اصدقاء الطاقه السلبيه اللي هم بيشتكوا مشاكلهم، مش اللي جاي يحكي لك انا عندي مشكله، لا خالص، بالعكس كل واحد فينا الفتره اللي فاتت دي كان محتاج حد يفضفض له، محتاج حد يسمع له، محتاج حد يقول له في ايه مالك خير، والواحد يحكي ويفضفض ومش بعيد يعيط كمان قدامه، ما اقصدش النوع دوت، لكن اقصد النوع ان هو الله اكبر يا ده ربنا كرمه وكويس جدا وعنده افراح وعنده اخبار حلوه جدا وعنده نجاح وترقيات ورزق، وربنا رزقه بحاجات كتيره جميله، بينجح في حاجات معينه وما يجيلكش غير في الحزن بس ويكلمك، اظن كلنا عارفين الكلام ده كلنا. طب ما انت مثلا كان مثلا يعني فرحك كان اول امبارح مثلا ما عزمتنيش ليه، يعني ليه جاي تشتكي لي تاني يوم مثلا انك انت السباكه باظت في الشقه مثلا، انت ليه اللي بتعمله فينا ده؟ ما تديني حاجة يا عم، اديني حتة فرح كده برضو افرح لك معاك يعني. ليه ما بتشجعنيش معاك ان في ممكن امل؟ ليه ما بتحكيليش غير السلبيات اللي عندك في حياتك؟ ما انا لما اجي اسمع سلبياتك بس وسلبيات ده بس وسلبيات ده بس، ما انا اصلا فيها اللي مكفيني. فهي مش دعوة ان انا ما اسمعش لحد، بالعكس خالص، لكن هي دعوة انك انت تقاطع الناس اللي انت عارف انهم عندهم خير كتير ونجاح وطاقات ايجابية كتير جدا ومخبيها كلها 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 وما بيحكيهاش غير طاقة سلبية، واما بنعمة ربك فحدث، مطلوب منك ان تحمد ربنا قدامنا وتقول الحمد لله انا ربنا رزقني بكذا
انا افرح جنبك وافرح لك وهكذا يعني. ما تدريش بقى الجزء الوحش بتاعك، بس ما تحكيش خالص بقى. لو انت هتخبي جزء سيب جزء، ما تحكيليش. انت بقى المفروض منك بدايه من السنه الجديده دي ابعد عن الناس دي، ولا بصاحب بلا بتاع بقى. الصح ما فيش حد واقف جنبنا في السنه اللي فاتت دي. سيبك من الهيصه بقى اللي احنا بنشوفها دي كلها، هيصه والله العظيم هيصه. طيب النوع التاني، المشكله التانيه، الفئه التانيه اللي لازم نبعد عنها، الناس المشهورين بالحسد واللي قلوبهم مريضه. تعرف حد من الناس ديت؟ سؤال، اللي انت تعرف حد من الناس ديت؟ انا اعرف يعني، يعرف تأذينا كلنا والله. وانا عارف الموضوع ما يخصنيش لوحدي، تأذينا قوي قوي يعني. في ناس قاعده كده، يا عم انا كل مشاكل عندي حاجه حلوه كده مثلا كده يعني، فضل الله يعني، ليه تبصصلي فيها؟ مش هتكلم في النقطه دي كتير، لان كل واحد عارف الناس اللي هي عن قصد او من غير قصد، ملهاش دعوه بقى. اللي ما ترباش انه يتكلم يشوف نعمه قدامه ويقول ما شاء الله قطع. انا لو انا اللي بتكلمني وما بقولكش ما شاء الله ما تيجي تكلمني في حاجه، قاطعني والله العظيم انا شخصيا. وان كان يعني الحمد لله رب العالمين، واحد الكلمه دي لازم تبقى ملازمه لاي واحد. سيب الناس في حالها يا عم. الناس اللي عينيها قلوبها مريضه، بصلوا في المرتب وبصلوا في الشغل وبصلوا في المكان وبصلوا. طب ما تيجي يا عم شيل ليلتي كلها يا عم، شيل كل ليلتي كلها كده ونبدل ونشوف مين اللي احسن. يبقى تاني حاجة، ابعد عن المشهورين بالحسد واللي قلوبهم مريضة بهذا النوع من المرض. طيب ما تستخسرش في نفسك النجاح يعني، ما تقولش بس دي حاجة بسيطة مش مستاهلة. انجح على أي حال ولو حاجة بسيطة. لو خدت كورس ب 200 جنيه، لو خدت مثلا اي سي دي ال ده اسمه نجاح مثلا يعني، كورس صغير كده اي سي دي ال ده اسمه نجاح. نجحت، عملت، عديت خطوة، افرح بيها، امشيها وخدها واتكل على الله، ما تقفش. لو اخدت دخلت كورس بس مثلا يعني انجليش مثلا، وخدت انت وحش في انجليزي، بدات في ليفل 1، بدخلت ليفل 1 جميل جميل قوي، قعدت فيه شهر ولا شهرين، حلو، انت كان نجحت. خلي بالك، انجح ولو اي حاجه بسيطه. النجاح بيأثر في نفسيه الواحد جدا، لكن ان تعدي زي السنه اللي فاتت ديت علينا ومفيش اي تقدم خطوه واحده، والله بكلم عن نفسي واللي زي يعني فعلا. لا السنه عدت، ايه ده ايه اللي بيحصل فيها ده؟ ايه الوقوف الواحد وقفه ده؟ صعبه جدا. فانجح على اي حال ولو كان الامر بسيط. طيب ابتسم على اي حال، على الاقل قدام الناس، على الاقل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. احتسب او النيه دي الايام ديت، لان كل الناس فيها اللي مكفيها، وكل الناس هموم. بص في وش الناس كده، يا رب ارفع عننا البلاء والغلاء والبلاء عن اللي احنا شايفينه ده كله. والله بجد ربنا يعافينا يا رب. ناس هموم غير عاديه، هموم غير عاديه. ضحكتك، ابتسامتك بس، وانت حتى مكسور من جوه واحزانك اللي فيك من جوه، ربنا وحده اعلم بيها، ربنا وحده عالم بيها، وعارف ان تبسمك ديت علشان تخفف عن اللي قدامك، مش هتعدي. من يعمل مثقال ذره، ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب بالمثقال الذره. فانت ما تبسمك فوق اخيك صدقه، وفي الزمن اللي احنا فيه دوت ربك كريم والله هتلاقيها. يبقى النقطه الثانيه اللي مش عارف بقى الكلمه الرابعه تقريبا الخامسه، ابتسم امام الجميع في جميع حالاتك. ماشي. طيب عايزين نبدا نحدد اهدافنا ونرتب اولوياتنا، او احنا واقفين ليه السنه دي، وقفنا اللي فيها ليه، وقفنا فيها لاسباب كتير طبعا بتختلف من واحد لكل واحد التاني يعني. في ناس بسبب الحزن كورونا ربنا عافينا، صفصفت ناس كتير قوي، والاثنين تلاته اربعه في العيله عادي جدا، فقعد عقبال ما حزن وقفل على نفسه ويقول لي لحد دلوقتي لسه ما فقش. طيب ربنا يعافينا وخلاص، وعدت الايام دي على خير، عدت يعني زي ما عدت بقى. اللي جاي اولوياتك ايه؟ انت شايف نفسك فين دلوقتي؟ هتفضل راضي بنفسك المستوى دوت والليفل اللي انت فيه دوت؟ يا عم ابدا من الاول عادي، ما فيش مشاكل، بس ابدا نتحرك مع بعض. لازم كل واحد يبدا يتحرك ويحدد اهداف. الناس مش هتنفعك في حاجه خالص، ابدا حدد اهدافك. ولو وقعت، مهما وقعت وحاسس انك انت بتبدا من الاول، ابدا من الاول، ابدا ما فيش مشاكل.
هتعدي بسرعة لأنك أنت عارف الطريق، بس ما أنتش قاعد. قاعد ديت هترجع ورا، هترجع ورا، ترجع ورا في مرحلة معينة مش هتقدر تقوم منها. وشفنا كتير كده والله العظيم. في ناس أعرفها من كتر الإحباط اللي جالها وقعت وقعت وقعت. ربنا يوريكم عاملين إزاي دلوقتي. ما بيشتغلوش بالسنة والاتنين والتلاتة قاعدين، ويعني ما تعرفش ده سبحان الله كان فين وبقينا فين. فالكلام ده والله ليا قبليكم، بس انا فعلا لان احنا وقعنا سنه كامله يوم بيوم وحسيناه، فلازم نبدا نحدد اولوياتنا ونبدا نعيد ترتيب اوراقنا ونحدد اهدافنا ونبدا نتحرك تاني. مش هستنى بقى ان كل شويه الاقلام بتجيني من كل حته. توقع. تمام. طيب تجنب الانطواء على الذات. يعني ايه؟ ما تحاولش كتير فكره الايام دي بقى بالذات، ما تحاولش كتير فكره انا مكتئب ما بكلمش حد. انا واحد من الناس يعني كده الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بعيد قوي عن، ببعد عن الناس كلها. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل اكتئاب، بتعمل هزيمه نفسيه، فبتعمل خساره، فبتعمل بتنزل بتنزل بتنزل، بترجع ورا قوي 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 يعني، بترجع ورا. فعشان تقوم صعب. لا اختلط وانجح ووسع افقك وتعرف مع ده، اتكلم مع ده، تعامل وساعد ناس وتحرك هنا واشتغل وانزل وتعمل. لكن فكرة الانطواء ديت ربنا يمرها لكم وما يكتبها على حد او حد يفكر يعملها. مش كل ازمة تيجي هنقعد نقفل على نفسنا، ولو قعدت مع نفسك ما فيش حاجة بتعمل غير الحزن بس. لما تجيلك ازمة انزل اقعد في وسط الناس، ده يديك كلمة وده يديك نصيحة وده يديك، هتلاقي شغل، هتلاقي اقعد قدام شغل شركات، اقعد قدام ما تشتغلش يعني، حتى مثلا مش قاعد اقعد قدامهم تشوف الناس رايحة جاية وبتشتغل هتجيلك. لكن فكرة القعدة والقفلة ديت ربنا ما يكتبها على حد يعني. ما تجنب الانطواء على الذات. آخر حاجة أختم بيها عشان ما أطولش كده، طولنا. توقع دايما التعثر والسقوط. ما عادتش عيبة. ممكن كان زمان يقول لك يا عم ده وقع وكاتش. لا لا لا، احنا لازم بقى عاملين حسابنا ان احنا ممكن نقع في اي وقت. ازمة اقتصادية طاحنة تجيبك الارض، ما تعرفش تصرف على نفسك وعلى بيتك فتكره حياتك، مش هتمشي بقى كده خلاص. احنا عرفنا السنة اللي فاتت اللي فيها. فانت لما تيجي تقع عادي، وزي ما بقول لك اطلع بقى النقطة اللي قبليها، ما تنطويش على نفسك، انزل ارمي نفسك وسط الناس وهتلاقي بتشتغل نفسها. لكن كل واحدة اشتغلت في شركة صفت لنا الناس قعدنا، وبعدين ما انا مقفول بقى ماشي، وبعدين يوم في التاني في الشهر في التاني وتسحب لنفسك مكتئب نفسيا، دمرت نفسيا، ترجع ل 100 سنة ورا صعب انك تطلع تاني. يعني عايزك تتوقع التعثر والسقوط علشان لما يحصل ما تزعلش، تبدأ تتحرك. ودي سنة الحياة. سريعا ابتعد عن أصدقاء الطاقة السلبية، ابتعد عن المشهورين بالحسد واللي قلوبهم مليانة مرض، انجح على أي حال ولو بسيط، ابتسم أمام الجميع على جميع حالاتك، استمع لمشاكل، نسيت أقولها بس خلاص بقى يعني خدها العنصر وتعامل أنت، استمع لمشاكل الجميع ولو كنت على أي حال برضه، اسمع لهم، اسمع للناس دايما حتى لو أنت مكتئب وأنت اللي تعبان. تحديد الأهداف وترتيب الأولويات، تجنب الانطواء على الذات، توقع التعثر والسقوط في بعض الأحيان، في بعض الأحيان عشان بس تبقى شوية على طول وفرحان بنفسك. في بعض الأحيان، وهي دي سنة الحياة. جزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة. والله الفيديو ده ليا قبل ما يكون ليكم، أنا نفسي هسمعه كل فترة كده، كل شهر مرة هنزله وهسمع أشوف أنا وصلت لفين من اللي أنا بعمله دوت، علشان الواقعة صعبة واللي جاي أصعب، و22 2022 هتكون أصعب لو ما حلنا، ما اتعلمناش دروسنا من 2021. ربنا يبارك لكم وإن شاء الله تبقى أيامكم سعيدة ونجاح و تفوق يا رب. سبت نفسي خالص. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.